بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الإنجيل من معلمنا يوحنا البشير بركاته علينا أمين. وكان في كفر نحوم عبد لملك ابنه مريض، هذا إذا سمع أن يسوع قد جاء من اليهودية انطلق إليه وسأله أن ينزل ويشفي ابنه لأنه كان مشرفا على الموت. فقال له يسوع: لا تؤمنون إن لم تعاينوا آيات وعجائب؟ قال له عبد الملك: يا سيدي انزل قبل أن يموت فتاي. قال له يسوع: امضي، ابنك حي. فآمن الرجل بالقول الذي قاله يسوع وذهب. آمن وذهب، هو لسه ما شافش حاجة. هو ده الإنجيل كله. أغلى ما عنده ابنه، آمن وذهب، وبعدين ما خدش معاه المسيح. ما خد ايه منه؟ خد كلمته بس. ده الانجيل، ودي حياتنا مبنية على دي. ما خدش المسيح، هو قال له انزل وتعالى معاي، تعالى بجسمك كده بايديه زي ما سمعنا عنك بتحط ايدك على المرضى وتشفيهم، زي ما قالت له مارثا زمان: لو كنت ها هنا لم يمت اخي. هنا واضح خالص التدبير الالهي من الانتقال من جسد المسيح لكلمه المسيح. وده التمهيد اللي كان عمال يمهده المسيح. سمعنا في الأسبوع اللي فات قال: أنتم بتتبعوني مش لأنكم آمنتم بي، بل لأنكم أكلتم الخبز وشبعتوا. الآية والمعجزة كان بيعملها المسيح علشان يتعلقوا بيه هو وياخدوه معاهم في أي حتة. فأنا بسأل النهاردة، أقولك ده إنجيل حياتنا كلها، هو فين المسيح النهاردة؟ فين يحط ايده علي؟ هو ساب الكلمة. وادي عندنا مثل هنا رائع، الراجل عبد الملك ده. احنا ما نعرفش الراجل ده يهودي ولا اممي، ما نعرفش. لكن كل اللي مركز عليه الانجيل انه امن بالقول وذهب. طب لما امن بالقول وذهب أخد إيه؟ أخد كل ما نفسه فيه من المسيح، كل ما نفسه ياخده من المسيح أخذه بالكلمة. آمن وذهب ولسه مشافش. برضك الإنجيل مش واضح هنا، لكن من مكان ما قبله ده 25 كيلو. الراجل كان جاي عاوز ياخد المسيح معاه، لما خد بس الكلمة 25 كيلو راجعهم. خد قد ايه؟ كام ساعة هو ماشي؟ ما عندوش داوت، ده ماشي بيجري ورا الكلمة اللي قالها له المسيح: ابنك حي. طلع فرحان يجري 25 كيلو، ما مصدق ما يشوف الولد، متأكد، لأنه لو ما كانش متأكد ما كانش سابه. لكن ده خد الكلمة وجري، وعين راح حضن الولد. بس عشان بقى الحتة دي، هو شاف الساعة كام؟ قالوا له الساعة مش عارف السابعة ولا بتاع. قالوا يا ده هي نفس الساعة، بس الكلمة دي لينا إحنا. طب أنا نفسي في حاجات من المسيح قوي، نفسي كتير قوي حاجات من المسيح، بس ارتبط ذهني بالمعجزة زي ما ارتبطنا مثلا بالقديسين. ما لازم يعمل لي المعجزة عشان يبقى قديس يعني. ودي أنا شايفها مصيبة آخر الزمان، إنه مستني المعجزة.
ده زمان في الإنجيل المعجزة آية لغير المؤمنين. ده قوله زمان قال له أرنا آية عشان نؤمن، قال له لا تعطى لكم آية. الجيل الفاسق الشرير اللي عاوز آية، لا، ثم اللي عاوز إيه؟ عاوزين الكلمة. وبعدين الكلمة موجودة، يعني ما في ضيقات كثيرة بتواجه كل إنسان، مخاوف رهيبة. ساعات ناس تقعد تحكي على الظروف والمخاوف، طب في الكلمة سبهلنا المسيح، أنا هو لا تخافوا. واحد يسمع هذا كلام ويفضل قاعد ما بيتحركش الخوف فيه. واحد ياخد الكلمة ويتحرك بيها ويخش الفرح جوه قلبه. مرة المسيح قال من أراد أن يتبعني فليترك أباه وأمه وامرأته ويتبعني. صدقوا التلاميذ الكلام ده وتركوا الأب والأم والزوجة والأولاد، وبعدين أخذوا إيه؟ أخذوا كل حاجة. بطرس الرسول قال يا رب ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، لأنه قال له قبل كده احنا سهرنا الليل كله ولكن على كلماتك. واضح خالص ان التلاميذ دول فعلا تركوا كل شيء وتبعوه. طب اخذوا ايه؟ اخذوا كل من ترك اب وام او امراه الا ياخذ 100 ضعف في الزمان، هياخذ كل حاجه. الواقع الامر ما بيخسرش حاجه، ما بيخسرش حاجه، لا بيخسر الاب والام ولا الزوجه ولا الاولاد، ما بيخسرش حاجه. بس لما بيحط المسيح ويتكل عليه بياخد. هي عملية إيمان. ما أحوجنا للإيمان، لأنه المسيح قال ابن الإنسان لما يأتي في الآخر لعله يجد الإيمان على الأرض. إيه الإيمان اللي بيطلب؟ إيمان الكلمة. طبعا زي ما قلت الإنجيل ده يعني بينتقل بينا من حضور المسيح بالجسد إلى حضوره بالكلمة. سمعتش الإنجيل النهاردة قبل ما يتقال بيقولك إيه؟ مبارك الآتي باسم الرب. هو جاي، احنا بنقولها كلمة وخلاص، وبعدين تلاقي الناس كلها تعمل كده، ترشم الصلاة مبارك الآتي باسم الرب. وبعدين هو جاي بصح، هو جاي بالكلمة. بس مين أخده؟ مين صدق الكلمة وطلع متكل عليها ويروح بيته كأنه أخد؟ هذه الإيمان. بنصلي وإحنا مش متأكدين. الرجل ده عجيب، عجيب خالص. آمن وذهب، سمع الكلمة، هو رايح عاوز ياخد، بيقول لك مسيح في ايديه كده. في سفر التثنية لما ربنا قبل ما يخشوا، هات لي الإنجيل يا ابني، قبل ما يخشوا أرض الميعاد وصاهم الله وصية جميلة. في سفر التثنية الإصحاح يمكن 30، إصحاح 30 إن الوصية التي أنا أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك، مش صعبة ولا بعيدة منك،
ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء. أنا متعجب من هذا الكلام. نقول المسيح، هو فين المسيح؟ من يصعد إلى السماء؟ أنا منذهل من الآية دي دلوقتي. إن هذه الوصية التي أوصيك بها أنا اليوم ليست عصر عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها. فين المسيح؟ فين؟ في السماء، في الأرض، في البحر، فين؟ اسمع الكلام، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها. يا سلام، كلمة الإنجيل، كلمة المسيح اللي ما في قديس اتكل عليها إلا وعملته قديس ومخابة حياته. اتربطنا بالدنيا وبمشاكلها وبتدبيرها، تحط الآية والكلمة قدام الإنسان مش قادر أعمل إيه؟ ما الظروف كده، الدنيا كده، مسؤولياتي كده، ظروفي كده، كلمة مش قادر. بالك لو الراجل ده فضل واقف مصاب مش همشي غير ما تيجي معاي، ما عرفش اللي كان هيحصل ايه. لكن نعرف انه لما امن وذهب خد الحياة. الوقت كان بيموت كتير كتير. لما ترجع زمان إبراهيم وعد الله بنسل بعد ما شاخ ومستودع صار مات، وعده آمن فحسب له برا. أبو الإيمان صحيح. كل القديسين عاشوا بالإيمان. الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك، ده قالوا الراه زمان في سفر التثنية. بولس الرسول قالوا هو تاني بردك، أراه لكم عشان تشوفوا بولس الرسول جميل. في الرسالة لرومية إصحاح 10، الرسالة لرومية إصحاح 10 ميونة. يا سلام. أما البار الذي بالإيمان فيقول هكذا لا تقل. روها في رومية 10، من يصعد إلى السماء ليحضر المسيح. عجيب بولس جابها منين؟ من يهبط إلى الهاوية ليصعد المسيح من أموال. لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة من فمك وفي قلبك، كلمة الإيمان الذي يكرز بها. صحيح بولس الرسول يعني الإيمان موجود، بس بولس الرسول حطه قدامنا كده كمان. شوف جابها منين؟ من التثنية اللي قريتها، من يصعد إلى السماء ليحضر، من ينزل الهوية لكي يصعد المسيح. أجيبه منين المسيح؟ أنا نفسي فيه، نفسي يعمل لي المعجزة. مين هيجيبه؟ قالك لا، أنت عاوز الكلمة. الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان. طب ما تعالوا بقى نشد حلنا كده، تعالوا نشد حلنا ونعمل بكلمة الإيمان. وكفيانا فكرنا البشري ده، أعمل إيه، أروح فين، واجي منين، وظروف كده. لا لا، ما كفاية، ما تسيبها على ربنا، بتسيبها على ربنا بإيمان. وبعدين المكافأة رائعة، أخذ حياة، رجع الراجل ده واخد حياة لابنه.
انا عاوزك تتخيل الموقف ده. الراجل ده شغال عند مين؟ الراجل ده عند الملك. تفتكر يعني هيروح لوحده كده؟ ده معاه ناس. طب والناس دول ايه ماشيين ازاي؟ وده قائد لما خد الكلمة. طب والناس قالوا طب انت ما خدش المسيح؟ يلا انا خدت الولد حي خلاص. يلا جري وراه على ايمانه هو. ما احنا مدعوين لكده، انه اللي فينا ايمانه كبير يجر وراه الناس. لربنا المجد للابد، امين.